السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوف البافيت فين معلقه. انا والله ما بقيت كنقدر نديرها في وسط من الزيف، صافي وليت كنديرها، كنديرها في نيزه هنا وفي نيزه في الجهه الاخرى وصافي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غيكون فلوغ، والله ما عرفت شنو غيكون فيه. المهم اللي عارفه انني اليوم غدوزوا معايا ان شاء الله نهاري كيف ما هو. انا يلا خرجت دابا من الدار، يلا هزيت ولدي وخرجت انا وياه من الدار. غنمشي عند ماما اليوم الجمعه، هذا النهار اللي كنصور لكم فيه هو الجمعه. الجمعه انا كنمشي عند ماما كنتغدى عندها وكنبقى معاها العشيه، وفي الليل كنجي للدار. المهم هذا الفيديو يقدر ما يكونش فيه شي استفاده كبيره البنات، تقدر ما تكونش فيه استفاده كاع. المهم انا اي بلاصه مشيت لها انا غنصورها لكم، واي حاجه درتها راكم غدوزوا معايا نهاري كيف ما هو. هادشي اللي كاين البنات، خليكم معايا نبداو الفيديو على بركه الله. خليك ليلي يا سالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. بلات انا يلا وصلت عند ماما دابا، يلا كي دخلت ماما لقيتها دايره لنا كسيكس غنبارطاجيه معكم مني نبغيو نتغداو ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين البنات، كيف ما قلت لكم اليوم ما غاديش يكون غران شوز، غادي المهم داكشي اللي درتو في النهار غادي تدوزوه معايا، وهادشي اللي كاين. يلا دابا نخليكم نمشي نشوف ماماتي ونجلس معاها شويه، واي حاجه درتها راه غنصورها لكم. يلا تو تالوغ البنات، فوغ لاتوني نوريكم شنو لابسه. لابسه هاد جيسبر يكون كيبان لكم مزيان. المهم لسا هاد التيشيرت هاد التريكوات راه خارجين دابا طريز على مود، غنحاول بعد باش يبان لكم شويه. لابسه معاه بونطالون نوار ولا شوميز راه طويله البنات كيف ما كتشوفوا كتجي حتى لهنا، هذا راه كيجي اونصومبل. صافي دايره معاه هاد لو شارف هاد لا كولور نفس اللون ديال الصباط، وانا زدت ليه هو ما فيهش، زدت ليه هاد لو بيتي بروش كيجي زوينه البنات. هادي راه شوكه عاديه درت معاه، صافي درت معاه هاد الاكسسوار بحال هكا وصافي. هادشي اللي كاين شمس العاشي هنا البنات. كنت مشيت نجيب ولدي من المدرسه ودزت للصاقه، صاقه كاينه ديال البرنوصي، دخلت نيشان لهاد البلاصه فين كيكونوا لي بروموسيون. عندهم المحل كبير، ومني كتدخلوا لداخل كاينه واحد البلاصه كيكونوا فيها غير لي بروموسيون. دخلت كنصور لكم، بصراحه كيكون فيها داكشي زوين. انا كل جمعه فاش كنمشي نجيب ولدي كان ضروري ما نضرب عندهم دويره بحال هكا، كيكونوا دي زارتيكل زوينين واثمنه مناسبه. كيف ما كتشوفوا هنا كانوا دايرين لي سباتول، دايرين هادشي اللي عند هادشي تقريبا اللي خاص بلاباتيسري، واللي عنده اليد ديالته ديال العود دايرين دوك لي تامي اللي هاد الغراب اللي بحال هكا باليد كتغربل بيه بحال هكا باليد. ممكنين بزاف ديال الحاجات زوينين، ولكن البنات كنتفاجئ انهم ما بقاوش كيخليو التصوير. قالوا على ما قالت البنت والولد اللي كاين تما ان كان وقع شي مشكل بين جوج ديال اليوتيوبرز واقيلا، ولا ما عرفتش داكشي. المهم انا بديت كنصور من الداخل، يعني على نيتي حيت مولفه كنمشي عندهم كنشوف الناس كيصوروا، حتى انا كنت صورت عندهم شحال مره، ولكن الولد مسكين شافني كنصور وما قدرش يقول لي زعما واش كتصوري وكذا. ومني بان ليا كيشوف فيا واحد الطريقه في شكل، قلت له خويا واش ممنوع التصوير؟ قال لي اختي راه واش يوتيوب؟ قلت ليه اه. قال لي اختي راه منعو، راه مول الشي راه منع اننا زعما يبقاو يصوروا عندنا، وقع شي مشكل على قبل هادشي ديال اليوتيوب. صافي البنات وانا حبست والله الا داكشي فن كاين. المهم هادشي اللي وريتكم دابا رانا غير كنت صورته قبل ما زعما يقول لي الولد ما تبقايش تصوري. كيف ما كتشوف كاين بزاف ديال الحاجات، كاين لي طاس، كاين لي مول، راه كنظن صاكا كلشي تيعرفها، غير هما عندهم اثمنه زوينين. والجمعه كيكونوا عندهم دي بروموسيون مره
كيحطوا شي حاجات يعني بشي اتمالين ناقصين شويه. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم خليكم نكملوا الدويره بحال هكا اللي درت لكم، دويره خفيفه ما لحقش نصور لكم البلاصه اللي الداخل اللي فيها لا ديكوراسيون المعنات ديال الضياف وداكشي. للاسف ما جيتش فين نوصل حتى كنت زعما حبست التصوير. صافي هادشي اللي كاين البنات، خليكم مع لو غيست ديال الفيديو اللي صورت لكم. خليك لي يا فالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. بالنسبه لهذا البابي كنت خديته عندهم داك المره، صدق زوين بزاف. هو بابي عادي ولكن كتقطعو مورسو وكتفزقو كتقدروا تخدموا به بزاف. المرات على ما قالت لي البنت واقيلا شي 3 ولا 4 المرات، غير هو خصك تعصريه وتنشفيه عاد زعما تعاودي تستعمليه. صافي البنات هنا غيبان لكم الولد غادي يدوز فاش في هذه الوقيته. فاش كنت سولته قلت لي زعما واش كاين شي مشكل ديال التصوير، قال لي اه وانا نحبسها. البنات سلام بنات، هذا النهار رقم 2. المهم البارح سمحوا لي والله ما قدرت نكمل لكم، ما كملتش لكم في الصراحه الفيديو. المهم كنت بغيت نصور لكم داكشي. صافي مني ما بقاش كتاب نصور لكم داكشي، صافي حبست جيت للدار ما درت والو. المهم اليوم غنكمل، اليوم نهار 2، غادي نتغداو عند ماما ان شاء الله. غادي نمشيو نتغداو عند ماما، عارضه علينا البسطيله اللي وريتكم البارح راه ديالتنا، عرض عليا انا وراجلي وليداتي. المهم غنمشيو نتغداو معاهم، نجلسو معاهم بشويه ومن بعد ان شاء الله غادي نرجعوا للدار. صافي ملي نرجعوا غندير معاكم واحد الماسك، حيت عرفتوا البنات وجهي خاصو يترطب والله خاصو بزاف ديال الترطيب. كما قلت لكم البنات وجهي خاصو يترطب، عرفتي ولا ليا زعما والله العظيم نشاف لي وجهي بزاف بزاف بزاف. المهم كيف ما قلت لكم ملي غنجي ان شاء الله غادي نوريكم داكشي اللي خديت البارح من ساكا، راني باقا ما وريتوش لكم، غادي نوريه لكم ان شاء الله. وغادي ندير واحد الماسك لوجهي وغادي نصور لكم طبعا. يلا دابا نمشيو عند ماما نتغداو ونشوفكم من بعد. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. جيت نوريكم داكشي اللي خديت من عند ساكا. المهم ما خديتش بزاف ديال الحاجات كيف ما قلت لكم في الفيديو، كنتفاجئ انهم ما حبسوا التصوير. الصراحه كاين داكشي الزوين ما يتصور، انا ساكا كنتقدم عندهم دائما لانه كاينين حدا المدرسه ديال ولدي. انا كنت غنصور لكم غير حيت انا كنتقدمنا بزاف وفريمون عندهم داكشي زوين. المهم البنات خديت 3 ديال لي زارتيكل با بلوس. خديت اول حاجه غنبداو بهذا الكاس، هاد لي فيغ دوبل باغوا زوينين البنات، زوينين. دابا راه ما تيبانش مزيان لكن ملي تيعمر كيف ما كتشوف راه مدوبل فيه جوج ديال
جوج ديال هذا كيجي زوين البنات في القهوه، ولا كيجي زوين في التصوير، كيجي زوين في الشكل ديالو انيق عجبني. خديت غير واحد بصراحه البنات لان الثمن ديالو كان شويه طالع، كان داير 60 درهم. ها هي لابواط ديالته كما كتشوفوا، ها هو كان داير 59 درهم. كنتمنى تكون كتبان لكم مزيان. خديت غير واحد، خديت غير ليا انا صافي. خديت هذا الارتيكل الاول، والارتيكل الثاني هو هاد البونبونيير. هاد البونبونيير البنات الزوينه دائما كنبغي ناخذها، دائما كنبغي ناخذها. وملي كنمشي كنلقى الكبيره، انا فريمون ما بغيتش الكبيره، بغيت هذه باش تيلا حطيتها فوق لاطابل شي حاجه كتجي زوينه. كيجيو فيها ثلاثه ديال هكذا، كتجي مقسومه على ثلاثه، زوينه الجاج ديالها البنات، زوين بزاف. انا كنحماق البنات على هاد الجاج الرقيق، عندي بزاف، عندي بزاف في الماء ديال الدار. هو سي فغي دغيا كيتهرس، لكن زوين، كيجي انيق بزاف، ماشي بحال داك الجاج الغليظ ما كتبقاش فيه لابغيونس. هادي البنات كتجي بحال هكا، نوريكم، نحاول نوريكم لابواط ديالها كيف ما شفتوا. ها هما كتقدروا ديروا فيها لي فينونسي، لي تيغري، بزاف ديال الحاجات كتقدروا ديرهم. كيف ما تقدروا ديروا فيها الفاكهه، تقدروا ديروا فيها لي بونبون، تقدروا ديروا فيها يعني الحلوى المغربيه ديالتنا. شويه الفقاس، شويه كتجي زوينه، كتجي بريزونطابل البنات بزاف. انا شخصيا تتعجبني، وملي كتحطها في الطابله كتجي راقيه، وفي نفس الوقت كتحافظ لك على الحليوه ديالك لانها كتكون مسدوده. هذا هو دوزيام ارتيكل البنات. والحاجه الثالثه اللي خديت هما هاد لي سيت دو طابل، كيجيو زوينين البنات. انا عندي كيف ما قلت لكم فاش درت الفيديو ديال اللي كنت درت ديك الجوله في محل ديال الاواني التركي اللي كاين في بورغون، انا عندي المعنات ديالي ديال يعني هكا ديال المناسبات وديال الضيف عندي في لارجونتي. يعني ما يمكنش لي ناخذ شي سيت دو طابل بحال هكا يكون كنلقى دوك اللي مستطيل وداكشي ما تيعجبونيش بزاف. ملي لقيت هادو البنات خديتهم بدون تردد. انا عندي هنا اربعه، انا غنوريكم غير وحده باش غادي تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي البنات رائعه، حطوا فوق من هذا الكويس، شفتوا البنات كيفاش كتجي. الثمن ديالها كان 19 درهم واقيلا، ها هو البنات 19 درهم. كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. صافي هادو هما لي زارتيكل البنات اللي خديت من عند صاغا. ما خديتش غون شوز الصراحه، كان داكشي زوين 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 بزاف. مي انا ما بصراحه ما كنتش غاده باش نتقدى ملي لقيت هذا الكاس، لانني شحال هادي وانا كنقلب عليه. ملي لقيتو كاينين لكن كيكونوا بلا يد، انا بغيت يكون بحال هكا باليد، كيجي زوين البنات زوين زوين. دابا ندير لكم ان شاء الله به شي مشروب ساخن ولا شي حاجه زوينه ونبريزونطيه فيه ونقدمو فيه، وغادي تشوفوا كيفاش كيجي مني كيعمر عاد كيبان لو موديل ديالو. هادشي اللي كاين البنات بوغ لي زارتيكل اللي خديت من عند صاغا. دابا غادي ندير واحد الماسك لوجهي، لان بصح 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 في هذا البرد وجهي محتاج لواحد الماسك، محتاج لواحد الماسك، حيت كيف ما عارفين نتوما انا كنعاني من الصدفيه، وفي البرد كتزيد يعني كتزيد تبان، كتزيد تجهد عليا، حيت هي ديجا كتنشف يعني البشره كتكون ناشفه، ملي كيجي البرد كتزيد تنشف كيزيدو يبانو دوك الطبيعات ديال الصدفيه. المهم البنات غندير واحد الماسك وغنتقاسمو معاكم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. البنات قبل ما ندير الماسك ديالي غادي نقومي وجهي، وباش نقومي وجهي غادي نحتاج هنا كيف ما كتشوفوا عندي قهوه عاديه، قهوه عربيه عاديه، زدت عليها ملعقه ديال العسل، وغنزيد عليها شويه ديال زيت اللوز الحلو اولا زيت ديال اللوز الحلو. كيف ما كتعرفوا البنات الزيت ديال اللوز الحلو راه رائع للبشره الجافه، رائع رائع بزاف، مرطب من الدرجه الاولى. وبالنسبه للعسل ضروري انا ما نزيدو الكوماج، حيت كيف ما قلت لكم راه انا عندي مشكله في وجهي. البنات اللي ما عندهمش لا حساسيه لا والو الحمد لله لا يديروا القهوه، يقدروا يديروا معها سكر سنيده او سكر حبيبات رقيق. انا مستحيل 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 انني نقومي وجهي، خاصني حتى القهوه تكون طحونه رقيقه فريمون رقيقه. كيف ما كتشوفوا راه هاد القهوه اللي عندي راه ما حرشاش بزاف، ومني كنكون كنقومي يعني كنقومي بشويه 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 حيت بشرتي ولات حساسه البنات بزاف. شكون اللي قال؟ انا كنت كندير دي كوماج لي فريمون قاصحين، كنت كندير كوماج ديال السكر الاسمر والعسل ديال سكين فود، راه فريمون فيه حبيبات كبارين، كينظف زوين كينقي زوين. لكن للاسف مع هذا المرض اللي جاني الحمد لله اللهم لك الحمد، انا كنحاول نتعايش معاه، لكن تحرمت من بزاف ديال الحاجات لان كانوا كيعجبوني، ومن بينهم هو داك المقشر ديال سكين فود اللي بالنسبه لي انا شي حاجه اللي طوب بزاف، كيعطي واحد النتيجه رائعه للبشره. لكن ما عندنا ما غنديروا، هادشي اللي كتب الله اللهم لك الحمد عليه. كيف ما قلت لكم البنات هنا عندي معلقه ديال العسل، تقدروا تستغناو على العسل، العسل انا كنديروه على قبل الترطيب، غنزيد عليه بضع قطرات هكذا كيف ما كتشوفوا ديال زيت اللوز، تقدروا تزيدوا اي زيت كتفضلوا، وغادي نحركوا البنات بحال هكذا
تعطيني واحد القوماج اللي نزيدو شويه ديال الزيت. انا ضروري البنات خص تكون شي حاجه اللي يعني اللي كتسهل المرور ديال القماش في الوجه ديالي، لان البشره ديالتي الا مشيت درت ليها هادشي بلا زيت بلا والو راه ما نعاودش لكم، راه غادي تولي ملي غنحيد القماش غنلقى غنلقى كارثه في وجهي كما كتشوفوا البنات كيجي على هذا الشكل. انا ما كنديروش خفيف بزاف، كيجي بحال هذا الشكل. ندوزو دابا البنات باش نابليكي، ندوزو البنات باش نابليكي القماش ديالي، ومن بعد نديرو الماسك ديالنا اللي قلت لكم رائع للترطيب ورائع للبشره الحساسه والبشره الجافه. البنات لهذا الماسك غادي نحتاجو معلقه ديال الحليب، معلقه ديال العسل، ومعلقه ديال بودره الارز اولا لا بودغ ديال الروز. كيف ما كتجي فورا كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لي انا استعملت هذه اللي كتباع واجده، تقدروا تحضروها البنات في الدار بسهوله. غادي تاخذوا غير الروز وغادي غادي تطحنوه، ومن الاحسن تخليوه شويه ما يكونش رطب بزاف باش تقدروا تحتاجوه حتى للقوماج الا بغيتوا. هنا عندي كيف ما قلت لكم معلقه كبيره ديال الروز، وراك عرفتوا البنات الفوائد ديال الروز لا تعد ولا تحصى. كيبيض، كيساعد في تفتيح لون البشره، كيحيد البقع السوداء. ماسك الارز راه رائع رائع يعني بدون منازع. ان شاء الله من بعد ندير لكم ماسكات اخرين، ندير لكم واحد الماسك ليلي خطير ديال الروز زوين بزاف. غادي نضيفوا عليها العسل البنات، والعسل طبعا ملي كنقولوا العسل كنقولوا الترطيب، كنقولوا ليدغاتاسيون يعني من الاعماق. البنات اللي عندهم البشره جافه العسل ما يخطاكمش في فصل الشتاء. انا للاسف كانت بشرتي دهنيه، حتى كنت كنعالج من يعني كنت كنعالج على حب الشباب، ولكن نقلب داكشي راسا على عقب. دابا بشرتي جافه 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 جدا، كنعاني بزاف من الجفاف ديال البشره كيف ما قلت لكم مع الصدفيه. الصدفيه كتزيد جفاف البشره، لهذا البنات راه كلشي كنستعمل فيه العسل. كاع لي ماسك اللي كندير الماسكات الطبيعيه، واخا انا معكازه شويه في الماسكات الطبيعيه، لكن اي ماسك طبيعي درته ضروري ما ندير فيه العسل اولا ندير فيه زيت اللوز. يعني هذا ما هذه بدون نقاش. غندير البنات هذه الكميه ديال العسل، درت هنا معلقه كبيره ديال العسل بهذه الطريقه، وغنزيد عليها هنا الحليب. الحليب حتى هو مرطب مبيض البنات. اللي ما عندهاش الحليب دير ياغورت طبيعي ولا دار المصوص. انا غنزيد ما زيدش الكميه كامله، غنزيد غير شويه هكذا بهذه الطريقه، ونحاول البنات نخلط هذا الخليط مزيان. ما يجيش البنات ثقيل بزاف باش يتابليكا لينا بسهوله على. انا صراحه الروز تقدروا تعوضوه في هذه الوصفه، يعني ما درتوش الغرض التبييض ولا شي حاجه لا، تقدروا ديروا غير العسل والحليب اولا العسل ودار المصوص. حيت كيف ما قلت لكم راه انا درت هذا الماسك خصيصا على قبل الترطيب، على قبل ليدغاتاسيون، ماشي على قبل ماشي على قبل يعني تفتيح اللون ديال البشره ولا شي حاجه. حاليا انا محتاجه الترطيب، الترطيب يعني اي ماسك غنديرو هاد الايام راه غيكون خاص بالترطيب. كيف ما كتشوفوا البنات راه كيجي خفيف بحال هكا، لانني كيف ما قلت لكم ما محتاجاش انه يكون ثقيل والروز كينشف وكياخذ بزاف ديال الوقت باش ينشف. انا دايراه للترطيب، يعني بغيتو يكون ليجي او خفيف باش يدخل ليا في البشره ديالي بسهوله. هكذا كيجي الماسك البنات. غنابليكيه على وجهي لمده، نابليكيه على وجهي ونخليه لمده 10 حتى ل 20 دقيقه. ما تخافوا البنات منه حتى شي حاجه، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نحيدو. كيجي على هذا الشكل البنات، هذا هو القوام ديالو. يلا البنات ندوزو باش نابليكيو الماسك ديالنا.
هنا البنات بعد ما غسلت وجهي كيف ما كتشوفوا راه كيبان لكم واحد الطبعات حمرين، هذوك هو هذيك هي الصدفيه اللي كندوي لكم عليها دائما، راه كتبان لكم هنا في حنكي. دابا غادي نرطب وجهي بهذا لاكريم ديال لوريال زوين البنات. هاد لو باك كنت خديته من مرجان، كانوا دايرين لي واحد الثمن لي زوين 130 درهم في لاكريم دو نوي، كريم دو جور وكريم كونتور دي زيو. غادي نابليكيها على وجهي. البنات اللي بشرتهم جافه تهلاو بزاف في البشره ديالكم في هذه الفتره من العام. هذه الفتره من العام كيكون البرد، كتكون البشره معرضه انها بالنسبه للناس اللي كيخرجوا ولا اللي خدامين يعني الصباح كيكون داك البرد قاصح على الوجه. حاولوا نرطبوا البشره ديالتنا في الليل قبل ما ننعسوا، ونرطبوها في الصباح ملي نفيقوا، ونستعملوا كيف ما كنقول لكم دائما واحد لو جيل نيتوايون اللي كيكون كيوال من البشره ديالنا ما يكونش كينشف علينا. هادشي اللي كاين البنات. هنا ابليكيت لاكريم ديالتي، ومن بعد غادي ندوز ندير لاكريم كونتور دي زيو ديال نفس لا مارك لوريال اللي هو هذا. واحد لاكريم زوين يلا بديت كنستعملو ماشي بزاف، لكن زوين كيدير الخدمه ديالو كيف ما خصها. حنا خاصنا الترطيب لا اقل ولا اكثر، كيرطب بواحد الطريقه اللي زوينه. هادشي اللي كاين البنات بوغ الفلوغ ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا دوزتوا معايا واحد الوقيته اللي زوينه وانتم كتفرجوا في الفيديو ديالي. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هاد الفلوغ ما كانش فيه شي يعني شي معلومات ولا شي افاده اللي كثيره. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تخلي لي لايك واشتراك وتعليق الى عجبك المحتوى ديال الفيديو، وتبارطاجي مع صحاباتك وحباباتك باش تعمل فائده. شكرا بزاف للدعم ديالكم، شكرا للتتبع ديالكم. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.